شغال ليل ونهار يا عيني عليه. براه يا عديل، ما على يدك يا اختي، اللي جاي على قد اللي رايح. الله، وهو هيعمل ايه بس؟ ما الدنيا كلها بقت غالة والاسعار ولعة. طيب يا اختي، انا قوم شوف اللحمة خبزت ولا تعالي هنا. انت سايبة لسه اللحمة على النار؟ دي زمان هتهاري. لحمة؟ هي لحمة الجمعية دي لحمة يا اختي؟ دي كواتش. يلا شهلي تدعية الرز، العيال زمانهم جايين. يخسي عليك انت يا واد، انت وهو يا ولاد زكية. ايوه يا خالتي. هو تلعبوا بعيد، خليكوا هنا قصاد عيني. ما تخافيش، احنا اصلا مش صغيرين. يا رب ماما ما تتأخرش. يا ابني يا حسن مالك؟ لا وامان، هم ستات يا ابني كده، كلمة توديهم وكلمة تجيب، بس بيحبوا يتدلعوا. بس ده العمير يا اسطى، دي مستخسره فيها اللقمه يا مؤمن. قال ايه؟ عايزاني اكلها لحمه كل يوم، هي اولادها الخمسه وانا سابعهم. اجيب منين؟ ما انت عارف الحال، انا بديها في اليوم مصروف 5 جنيه، بيفضل 2 على قد القهوه والمزاج. هعمل ايه اكتر من كده؟ طب روح انا. يلا يلا شطر شطر، بسبعة تسعة ونص جنيه عليكم كده بقى النهارده. لا يا اسطى، انا مش حاضر اجي معاك القهوه، انا هروح. احسن تكون قلت عليها وراحت بيت امها وسابت العيال لوحدهم. يا جدع الحكايه ما تستاهلش ده كله. يعني ايه؟ المره اللي فاتت كانت تستاهل بصراحه. اه المره اللي فاتت كانت مليانه غيره وشك. طب انا هعمل ايه؟ ما انا طول النهار في السوق وبحرك وشغله كله مع الحريم، اعمل ايه؟ البنت كانت متجمعه عليك قوي. الله، معجبه بقرايتي، اعمل لها ايه يعني؟ لا، مراتك افتكرت انك معشمها جدا عشان كده غيرت عليك. يلا 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 شطب وحصلنا على القهوه، عشان في واحد صاحبي جايب لي مشروع كويس قوي احنا فاهم فيه. مشروع ايه؟ مشروع شغل؟ امال جواز يا سعيد انت؟ ليه لا؟ ليه لا يا اسطى؟ انت الف بت تتمناك، اديني في العتاق. لا 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 لا، الحمد لله رب العالمين على كده قوي، كفايه عليا ولاد بنتي مالين عليا الدنيا. ده كلام يا اسطى برضه، هو الراجل مننا مهما كان يستغنى عن الست برضه؟ انا ابني خلاص، يلا حس الختام بقى. وبعدين بيني وبينك مفيش ست في الدنيا تحل مطرح المرحومه مراتي. الله يرحمها ويحسن اليها. ولا عجوة. انا وسط. خد الحته التعبانه دي بقى، اكويها ولمعها وروق المحل. معناها يا اسطى؟ انا ماشي، حصلنا على القهوه على طول. لك شاي انا متين وراك على طول. بالسلامه يا اسطى. خلاص. ولفه الكباب دي خد. بجد يا اسطى؟ اه بجد، ما انت عينك فيها، ده انت ودني. روح يا شيخ، ربنا خلصت منك انت وزكيه في يوم واحد، ولا اقول لك يخلصت منك انت في يوم وزكيه في يوم. اصدع. كويس. العيال نامت. زكيه يا زكيه. ايوه بابا، اي خدمه؟ انت زكيه، انا بنادي يا علامة، في بيني وبينها موضوع شخصي. ما انت بايخ قوي. بس ماما مش موجودة. مش موجودة عن ايه؟ راحت فين على الماسة؟ ابدا، هي رجعت من عندك على اخرها، راحت لما هدومها واخدة بعضها هي وزكي وراحوا على بيت ستي. اوه اوه تاني، مش هنخلص بقى من لعب العيال ده؟ انا حالف يمين طلاق بروح اجيبها. خلاص روح لها انت بقى، ولا تقصر وتلم الدور احسن لها. بس هروح لها انا يا بابا دلوقتي؟ دلوقتي، بكرة، بعد بكرة، هي حرة. أنا مش رايح. تعالى هات لي جلابية، ولا قول لي اتعشيتوا؟ هنتعشى إيه بس يا بابا؟ الفول وخلص في الغدا، مفيش غير بتنجان مخلل، ده حتى العيش مفيش عيش. كمان يعني سايبة البيت وغضبانة وما سابتش فلوس؟ لا دي بقى معرفهاش. طيب يا ابني خد، هات عيش وجبنة بيضة واتنين كيلو خار بس يكون سرح. حاضر يا بابا. انا هخش اغير واشطف عبال انت ما تيجي، اوعى تتاخر. طب بس انت اوعى تنام، عايزين ناكل مع بعض. انام مين يا عم؟ ده انا جعان اكتر منكم. زكية قوم نايم الواد ده جوه كده هيبرد.
حاضر يا منصوبة في الشباك من المغربية، ما زهقتيش؟ قلقان عليا الأول. سبتيهم ليه؟ انت مش هتبطلي الجنان بتاعك ده، كل شوية لم هدومك ورجعالي. خلاص كبرتي يا زكية وعيالك كبروا، أعالي بقى. وانا خلاص بقت تقيل عليك يما. ايوه توهي الموضوع يا بنتي، الواحدة بعد ما تتجوز ملهاش الا بيتها يا ضنايا. ما هو اللي حلو ماجل. لا بقى المرة دي مالكيش حق ياما، طول النهار افهم فيكي وبرده مش عايزة تفهميني. تفهمي فيا ايه؟ بقولك ايه، خد ابنك نايمي جوه الاول. قوم يا زكي، زكي قوم يا حبيبي. على مهلك يا ضنايا، على مهلك. قوم يا حبيبي، بسم الله عليك. يوه ما تفتحيش الشباك يا زكية، الدنيا برد. يما سيبيني في حالي، انا زهقانة. تعالي يا ضنايا، تعالي اقعدي جنبي. بتعيطي ليه دلوقتي؟ مش انت اللي سبت البيت؟ ايوه انا اللي سبت، بس كل مرة كنت بسيب البيت كان بيجي جري ورايا. يا بنتي يا ضنايا، الرجالة خلقها ضيق، مش كل مرة هيجري وراكي ويدور عليكي ويحايلك. يعني انا سبت البيت الا من غلب يما. طيب ما تعيطيش بقى. يوه ما تعيط. يوه انا عارف اتكلم معاكي كده. افتح الباب، افتح افتح. مساء الخير يا ماما. مساء الخير يا احمد، خش يا حبيبي. مساء الخير يا ست. مساء النور يا ضنايا. ام زكي فين يا ماما؟ نايم جوه يا حبيبي، انا هروح اشوف. هو انت جاي عشان زكي؟ اصل احنا جعانين قوي، مفيش اي حاجه في البيت تتاكل. هو ابوك روح؟ اه سلبي بيتشطف، هو كمان جعان قوي يا ماما. هو حضرتك مش هتيجي معايا؟ هو اللي بعتك؟ لا يا ماما، انا جاي لوحدي، مفيش حد بعتني. يبقى مش راجع، اصل ابوك خلاص استغنى. يا ماما حضرتك عارفه ان بابا بيتعب ويشقى طول النهار في الورشه. انا بس اللي عايز اعرفه حاجه واحده، ايه اللي ودى حضرتك الورشه؟ يعني راح عشان تنكدي عليه؟ هو اللي قالك كده؟ ايوه. وما قالكش نكدت عليه ليه؟ يا فندي اللي بعتك تجيب خيار وجبنه كان بياكل كباب، واحنا بناكل اللحمه مره في الاسبوع. طب وايه المشكله يعني يا ماما؟ ما هو بياكل كباب من فلوسه ومن تعبه. شوفي الواد، انت معايا ولا معاه؟ يا ماما انا لا معاكي ولا معاه، المساله مش مستاهله كل ده يعني. لا بقى مستاهله، كل واحد بيهتم ببيته وعياله، لكن ابوك ما بيفكرش غير في نفسه. هو مش كفايه الفلوس اللي بيصرفها على القهوه؟ مش احنا اولى بيها؟ يا ماما ايه المشكله في القهوه؟ ما كل الرجاله بيعملوا كده. لا مش كل الرجاله، في رجاله قلبها على بيتها، لكن ابوك طول عمره اناني ما بيفكرش غير في روحه. بس انا اللي كنت عاميه. ايه يا احمد كل ده يا ابني؟ بتجيب شويه عيش على حبه خيار؟ هعمل ايه بس يا بابا، كان في طابور طويل قوي على عيش. طابور طويل قوي على عيش؟ ماشي يا شبل، خد الخيار وروح اغسله. وادي يا احمد. ايوه يا بابا. انت عديت على امك؟ عديت. امال عمال تقول لي طابور العيش طويل؟ انت بتكذب يالا. يعني انا هعمل ايه بس يا بابا، الطابور بتاع العيش كان طويل قوي، وبعدين وانا واقف لقيت واحد صاحبي كده معدي، قلت له يقف بدالي لحد ما اروح اشوفها. وما رجعتش معاك ليه؟ هي بصراحه كده عايزاك تروح لها. مش هروح لها المره دي بالذات، انا مش هروح لها. ليه بس يا بابا؟ ده ماما طيبه قوي وغلبانه. غلبانه؟ امك مش غلبانه يا احمد، هي اللي مغلبه روحها دايما كده غاويه النكد، بتخبزه وبتنخله. طبعا يا ابني تحسدنا على النفس اللي طالع والنفس اللي داخل. كلمها يا احمد. تعالى يا حبيبي، هي مهما كان بتسمع كلامك. والله خلاص ابويا خلقه بقى ضيق في مناخيره، ما عادش عندي مراره للدلع ده. امك بتدلع دلع حريم يا احمد، فاهمها يا ابني؟ فاهم؟ ايوه جاي. خد يالا. نعم يا
طب نوطي الراجل شويه، مش عارفين نتكلم انا والراجل. حاضر يا اسطى هوطيه. احنا ايام زمان يا جدع، ايام الشارب والبيبه، كان يقعد يغني وانت قاعد جنبه، اول ما توطي على زميلك تتكلم يروح ساكت على طول. عموما المعلم هيجيب تلفزيون للقهوه. مبروك يا سعد. وهجيب بقى تلفزيون ابيض واسود ولا بالالوان؟ لا في القهوه ابيض واسود، الالوان بقى في البيت للجماعه. حاضر يا اسطى هروح اوطيه. وطيه امشي 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 يا شيخ. بقول لي يا اسطى الاخ الكريم يعني صاحب سيادتك ده هيجي امتى؟ زمان وجاي، هو على وصول يعني. انا قلت اجيبك تتفهم معاه عشان انت هتفهم اكتر مني، وبعدين المستقبل ليك انت، خلاص كبرت بقى وعجزت. كبرت مين يا اسطى؟ تخاف من حسدك ولا ايه؟ ده انت اصبع مني. بطل يا اخويا بطل بقى الشهادة. انت زمان وجاي تفهم مني المشروع وتدرسه معاه وتعرف التفصيلات، وبعدين نقعد نشاور بعضنا على مهجين، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. حاضر يا اسطى، انا اقدر اقول لا؟ ده انت معلمي مهما كان. هو زكي راح فين؟ راح يشوف اخواته ويجيب الكتب، عايز يروح بكره المدرسه. ما طبعا لازم يروح المدرسه، امال انت عايزه تقعدي جنبك؟ انا مش عايزه يا ام، مش عايزه. الله. وبعدين في العياد ده يا بنتي كده عينيكي هتعدم. العيال وحشوني قوي، بقالي 3 ايام ما شفتهمش. يعني هو كان حد فيهم عفر رجليه وجالك؟ ما هو احمد جه من ساعتها لا حس ولا خبر. تلاقيكي بقى بعتي زكي عشان يجسلك النب. ايوه ياما، ايوه انا اللي بعته، قلقانة عليهم. اعمل ايه بقى في قلبي الخايب؟ قلقانة عليهم يا ضنايا ولا عليه؟ ها؟ قوم استريحي استريحي يا حبيبتي، تعالي استريحي. مش عايزة استريح يا اختي، انا عارفة انك خلاص ما بقيتيش طايقاني. والله بقى اذا كانت دي الحجة عشان ترجعي بيتك انا ما عنديش مانع. وبتقوليها كمان يما؟ يا بنتي يا ضنايا قعدتك طول النهار حتى ايدك على خدك كده زي قلتها. يعني عايزين اعمل ايه؟ اتحزم وارقص؟ بس زي ما يكون مسد، وتلاقيه هو اللي خلى العيال ما يجوش. طيب يا حسن تعالي. هتعملي له ايه بقى ان شاء الله؟ هعمل له ايه؟ هاخد منه العيال. تاخديهم فين؟ اجيبهم معايا هنا. هنا؟ امال هوديهم فين يا اما؟ الله، وهتاخديهم ليه من اصله؟ وهتصرفي عليهم منين؟ وانت يا حسره لا شغله ولا مشغله. سبت المدرسه عشان خاطر عيونسي حسن. لو كنت خدت الدبلوم زي زملاتك كان زمانك مستوظفة وفي ايدك مهية تغنيك عن الشح اللي انت فيه ده. يما تتقلبي علينا المواجع، ما اللي حصل حصل، نصيب بقى. خلاص استحملي بقى نصيبك واختيارك. حاضر يما، هتخلص خالص، مش هتكلم معاكي تاني. مبسوطة؟ يا ولاد زكية انتوا فين يا اولاد؟ ايوه يا بابا. خد يا احمد، خد يا حبيبي. اهلا زكي، خش في حضن ابوك يا ولد. ايوه كده، انا مبسوط منك اللي انت سبت هناك وجيت هنا. واد جدع، خليك كده جنب اخواتك، خليك راجل. هو انت مش هتجيب ماما تاني عشان خاطرنا يا بابا؟ هاتها يا ابني. انا مالي؟ الله، انا قلت لها تمشي؟ ما هي اللي مشيت، اعمل لها ايه؟ دي عماله تعيط. عمالة تعيط؟ عمالة تعيط. انت بتعيط ليه؟ يعني كان جوزها مات عشان تعيط؟ بعدين تستاهل. انا مالي؟ انا قلت لها تمشي؟ هي اللي مشت، وانا مش رايح، لان انا حالف يمين كبير لو رحت هيبقى الموضوع تخيل. طيب خلاص يا بابا، بلاش حضرتك تروح، انا هروح انا وحسنين نجيبها. اللي سامح كريم بقى يا بابا، ما تعبكهاش كده. طيب يا اولاد، انا مش هحبكها ولا حاجه. بكره وانتوا راجعين من المدرسه عدوا عليها وحطوها معاكم، بس مش عايز اي حد يكلمني بقى في الموضوع ده دلوقتي. خلينا ناكل مع بعض لقمه حلوه بقى. كل ده اكل؟ عيب كده يا حسنين، عيب. شايف يا زكي اخوك عينه فارغه زي امه؟ اشمعنى يعني مش بتجيب كل الاكل ده ما ماما بتكون هنا؟ خلاص يا زكي مش عايزين احراجه جدع. الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يوه مطرح بارح قوي، بياخد 5 مكانات. ده انت بتتكلم عن المكن الصغير عتريس، المكن اللي هجيبه شكل تاني. المكنه تقص وترفي وتغير وتركب النعل والحليه، مكن شامل كامل. الله، بكام المكنه دي؟ ربع قرن. اما احمد وحسنين جم.
يجعل فرحتك نور في عينيا يا حبيبتي. حبيبي يا ولادي. ازيك يا ماما؟ ازيك يا احمد؟ ازيك يا ستي؟ اهلا يا حبيبي الله يسلمك. لو كنت وحشتوكوا صحيح كنتوا سألتوا عليا. بس احنا زعلانين منك. مننا؟ كده برضو؟ هو ابوكوا عارف يأثر عليكم؟ ماما ما تقوليش كده، احنا مش صغيرين. لو كنتوا صحيح كبرتوا كنت قلتوا لابوكوا ما يصحش نسيب ماما اسبوع بحاله بره البيت. يا ماما حضرتك ناسي يعني ان بابا حالف يمين ان هو ما يجيش ياخدك، ولا يعني عايزه اليمين يقع؟ هو اللي قال لكم كده؟ ايوه. وهون عليه سيبني المدة دي كلها؟ طيب يا حسن. ماما ما تكبريش الموضوع اكتر من كده. هو امبارح قال لنا نجيبك واحنا جايين من المدرسة. ايوه عشان يمين ما يقعش. ايه حكاية اليمين دي؟ يو اه صحيح ده كان في يمين، ازاي انا كنت ناسي؟ طب على طلاق لو رحت لامك ما انا جاي لك ولا سائل فيكي. انا بقول لك اهو. سرحتي في ايه بس يا زيكو؟ ايه اللي حصل يعني؟ انا كل اللي عايز اعرفه ايه اللي حصل؟ فيها ايه لما يحلف؟ احنا لايسين في البيت ولا عارفين ناكل ولا عارفين نشرب، حتى الهدوم كلها اتوسخت. انا بكره مش رايح المدرسه. لا بقول لك ايه، الا المدرسه ما تتحججش بيا. مال انا ولا المدرسه بقى؟ الهدوم كلها متوسخه، اروح بايه؟ صدقتي يا ابني. ما تقولي لها بقى يا ست تيجي معانا. قلت يا ابني امك مش عاوزه تكبر. حاضر يما هكبر، بس يا ترى بقى كل ما اكبر كل ما هرخص؟ انت اللي بترخصي روحك، ما تسيبيش بيتك يا عبيطه. انت كده بتفهمي انه بيته هو مش بيتك انت، وانت عامله زي ما تكوني ضيفه ولا شغاله كل يوم والتاني لما هدومك وماشيه، يبقى بيتك منين؟ انا عارفه بقى يما. بقول ايه بقى يا زيكو؟ اسمع كلام الكبير، اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنه، مش حضرتك دايما كنت بتقولي لنا كده؟ وابوك فين دلوقتي؟ زمانه روح، اصلنا جينا من المدرسه على هنا. وزكي فين؟ بقول ايه، بدل الاسئله دي كلها يلا بينا. ماشي يا يلا يا بابا يا روح مع اولادي، ربنا يهديك. لا يا حاج عطيه، زي ما بقول لك الواد ده كويس، شرب الصنع ده تربيتي. اه طبعا لا كويس ونبيه بصراحه. زمانه جاي خلاص اهو وصل. افتح يا معتوه. يا خرابي انا كنت فاكر ان انا لوحدي اللي طويل. مساء الجمال يا حاج. ايوه ابو علي اتفضل استريح. بسم الله ما شاء الله، بيتك جميل قوي يا حاج. مش قد المقام يا ابو علي، انت انستوني وشرفتوني. الله، احنا هنسيب الاكل يبرد يا جماعه، بديتك حسن ما اعرفش اعزم. تبقى راجل كريم وانا كمان كريم وما احبش يتعزم عليا. ايوه بس انت يا ابو علي بتحب اللحم. لا مش اي لحم، الكباب بالذات يا حاج. يلا يلا. هو عارف الموضوع؟ اه طبعا. اه بالحق، ايه حكايه المكنه دي؟ اديك هتشوفها يا اخويا وتكتشف وتتمرن عليها، وشويه شويه لما العجله تدور نجيب لك صبي ولا اتنين تمرن. الله، ده بين عليها حكايه وروايه وشغلانه بقى. طبعا نقله يا حسن، هنفضل كده محلك سر كفايه بقى. انا لسه كنت بقول للحاج ان ما لحقش يدغني اليومين دول، والدنيا مفتوحه كده على البحر والمشاريع الجديد واللي يلحق. فعلا نقله، فعلا الدنيا اتفتحت على اخرها، الناس لازم تستريح يا حسن. يعني افهم من كلامكم ان الدنيا هتحلو وهنقب على وش الدنيا؟ بس قول يا رب ان شاء الله هتحلو. يا رب يا رب يا حاج، لحسن العيال كبرت ومصاريفهم كترت، وزكية مراتي استحملت معايا كتير قوي. ربنا يهدي صدركم يا ابني. يا رب يا حاج، قول ربنا يهديها لحد ما المكنه الجديده تيجي. بقول لكم ايه؟ ما تسيبوكوا بقى من المكن ونخش على الكفته. يلا. اللهم صل على النبي. ارحم ارحم سيبني ارحم يا هدى سيبني وعدة. ربنا يهديك يا حسن ويبعد عنك كل ده الحرام. انا عارفه ايه اللي اخره لغايه دلوقتي. يوه في كل راجل شاف له شوف. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. وين؟ ابني زكي روح يا حبيبي، روح نام مطرحك. يلا انا عاوزه انام جنبك يا ماما.
كمان وحشتني. مساء الخير. انت جيت يا حسن؟ ايه اللي نايم النيلة ده هنا؟ ايه اللي وجه نايم جنبي؟ قوم يا حبيبي. قوم يلا. زكي. قوم. بالراحة بالراحة على الواد، بالراحة عليك. يا لوياني. احضر لك العشاء؟ لا، اتعشيت. طب ايه اللي اخرك لغايه دلوقتي؟ لا بقى، ده موضوع يطول شرحه بعدين، وده وقته. قوليلي، اعصابك هديت قوي لما قعدت عند امك؟ يا دم. ماله دم يا اختي؟ زي العسل. تعالي اقعدي جنبي. اديني قعدت. يا زكية عقلي بقى، احنا قدامنا شغل كبير قوي، وانا محتاج لك تقفي ورايا وتشيلي عني حمل العيال. يا ريت يا حسن حد يكره. طيب ساعديني. وانا في ايدي ايه اعملك؟ لا، في ايدك حاجات كتير. في ايدك تعقلي وتكني وتاخدي بالك من العيال. مش كل ساعة والتانية بقى تغضبي وتروحي تقعدي عند امك. عيب بقى، احنا كبرنا على الحاجات دي. هو مين ده اللي كبر؟ لا يا اخويا انا ما كبرتش. لا كبرت، بس كل ما بتكبري بتحلوي اكتر في عينيا، وغلاوتك لان الك نقلة ما تحلميش بيها. هجيب لك غوايش دهب بدل البلاستيك دول، وبدل الهويشة 10. بجد؟ ومين ده كله؟ الشغل لسه، الشغل جاي كتير، بس كل اللي بطلبه منك تدعيلي وتقفي جنبي. طب انا جنبك اهو يا اختي. خش نام يالا. ازيك يا قال ده؟ انت واد غبي تضحك ايه؟ اسمع كلامي يا عطيه. اخويا الواد كويس، زمن المفيد هينفعنا ندخله معانا الشيك. منين بس يا عتريس؟ ده من ايد بوق العيال، ده عنده 5 هموم. يا سلام الشغلانه دي. ندخله الشيك يا اخويا. رجله لو خدت على المكن والناس شمت ريحته هيخطفوه، هيتخطف. حسن. ايوه يا سيدي، واد ناصح وصنايع، والسوق اتفتح على الاخر، والشغل بقى على ودنه. يوه انفتاح يا جدع، والف من هيجري وراه ويغريه. انا بقول له اربطه ونعمله شريك بالمجهود. يا ساده. ايوه جاي. تشرب يا حلا. شارب كتير ابو علي. انما انت اتاخرت ليه النهارده؟ الورشه الجديده يا ريتك جديدة. اكتب دي المكنه يا حنفي، انما ايه مزيكا. الشيشه يا اسطى. هات اخويا. لا قول لي يا اسطى، انتوا قافلين الدكان ليه بقالكم يومين النهارده؟ كفالنا الشر. لا خير ان شاء الله، اصل المعلم يا سيدي فتح ورشه على كبير في حته اسمها المطريه. المطريه؟ قال لا. طب والدكانه دي يا ابو علي؟ بيقولوا عليها ابو العدل، هيقلبوها معرض. معرض هنا في الحاره؟ انا قلت زي كده، الراي ده ما عجبنيش. معرض ايه في الحاره دي؟ ده العالم اللي بيصلحه هنا اكتر من اللي بيشتري. بقول لك يا ابو علي، ما تيجي انا وانت كده يعني نأجرها منهم ونعملها حاجه سوا. يا عم تلاقي احنا حالتنا اللضا. انا عندي اللي يمول يا جدع. يمول مين يا حنفي يا جدع؟ ده محل جزم. وهي يعني لازم تبقى جزم؟ امال في دماغك نعملها ايه؟ شباشب؟ انا نفسي في سوبر ماركت يا حسن. يا مساء الجمال. مساء الخير يا حسن. الله، ده انت على كده قاعده مستنظراني بقى. طبعا مستنظرك، بس يعني هو كل يوم لازم تيجي لي وش الصبح. اعمل ايه بس يا زكية؟ عبال ما روقنا الورشه الجديده ورحت قعدت شويه على القهوه مع الاسطى حنف. يعني لازم كل يوم القهوه؟ ما تيجي يوم يا راجل بدري، العيال عايزين يشوفوك. العيال؟ لا، ده انت ناوي على خناقه بقى. يوه؟ كده ايه يا حسن؟ وانا كل ما اكلمك تقول لي خناقه؟ امال هقول لمين الكلام ده؟ ما تقوليش،
مدام كل الكلام اللي بتقوليه بيعكنن يبقى ما تقوليش. ماشي يا حسن، مش هتكلم خالص مدام كلامي بيعكننك. مش هتاكل لقمة ولا شبعان؟ شبعان من ايه؟ ده انا جعان قوي. عاملنا ايه؟ بص وشوف بنفسك. يا خرابي، بتنجان وفول مقلي؟ ما عملتيش ليه فول مقلي وقلت له بتنجان؟ وماله؟ ده بالخل والتوم، هتاكل صوابعك وراه. لا يا حبيبتي، انا محتاج لصوابع اليومين دول، ريشه تقرف. اقطع دراعي ان ما كان واكل بره. بقولك ايه، شوفوا لنا حته جبنه ولا زر خيار ولا اي حاجه لحسن انا جعان. ما عندناش. مفيش. مفيش يعني ايه؟ البيت كله مفيهوش حته جبنه؟ هي حته صغيره على قد الفطار. فطار ايه ان شاء الله؟ ما حد فطر. بقولك انا جعان، هنام ازاي؟ ما الاكل قدامك، ما اكلتش ليه؟ يا زكية، الاكل اللي انت بتعمليه ده حامي، هيكبس على صدري، هيطحر على مراوحي، حرام عليكي. اي يا جاري اطبخي يا سيدي، كلف. لا وانت الصادقه الشاطره تغزل برجل حمار. ازاي بقى؟ ما انا لو كنت اتعلمت واشتغلت كنت اتصرفت، لكن انت اللي خيبت املي. كل زميلاتي الذهب في ايديهم من هنا لهنا. اه قولي بقى ان عشيتنا هي اللي مش عاجباكي. انا ولا انت اللي شايف لك شوفه؟ ما انت اليومين دول خلاص حالك اتقلب، ما انتش عاجبك لا شكلي ولا اكلي. ايه اللي جد علينا يا حسن؟ اللي جد اني كبرت يا زكيه، محتاج لقمه تسندني، محتاج اروق وانام مستريح علشان اقوم الصبح فايق كده واخد بالي من شغلي. بس انت مش فاهمه يا بنت الناس، الست اللي بتحب جوزها تعمل حسابه في لقمه تسنده، مش كل همك على العيال. العيال مش فاهمه عايز تقول ايه. كل ده ومش فاهمه؟ خلاص مش هاكل. استريحتي؟ لا قول بقى انك اكلت بره، ما هي بقت عاده مش كده؟ الله، رد عليا، ما تسيبنيش زي الكلب هوهو. زكية، لم الدور وتمسي، خلي ليلتك تعدي على خير. خطتني لو تعمل ايه ان شاء الله؟ استغفر الله العظيم. اقول لك ها؟ ولا تقولي ولا اقولك، مش قاعده لك في البيت ها؟ انت اللي بترخصي روحي، ما تسيبيش بيتك يا عبيطه. انت كده بتفهمي انه بيته هو مش بيتك انت، وانت عامله زي ما تكوني ضيفه ولا شغاله، كل يوم والتاني لما هدومك وماشيه يبقى بيتك منين؟ ماشي يما، هسمع كلامك المره دي اما اشوف اخرتها. ايه ده؟ انت اتجننتي يا وليه؟ انت بتكلمي نفسك؟ يلا يا اختي بقول لك عايز اكل. حاضر يا حسن، هنزل اشتري لك اللي انت عايزه. لا، هنزل انا اشتري جبنه وارجع على طول. بس اوعي ارجع عليك نمتي ولا زكي بحضنك. انا بقول لك اهو. يظهر كلامك مظبوط ياما. صباح الخير. يسعد صباح. صباح الفل والياسمين. اهدى يا زكيه، لسه نازله دلوقتي تجيبي حاجاتك من السوق؟ الظاهر النهارده الناموسيه كحل. لا بقى، ده انت فايقه ورايقه انت وهي، وانا بقى مش فايقه لكم. ايه يا اختي، ايه بس مالك؟ وكل زعلتي مع سي حسن تاني يا اختي؟ ما يجيش منه، كل يوم بيجي لي وش الصبح، اقعد كل يوم اتخانق. ده العيال بيقعدوا باليومين ثلاثه ما يشوفوش. على قولك يا اختي، زي اخويا يا اختي بالظبط زيه. هو لما يبقى فيها عيب يبقى اخويا؟ اسيبكم بقى تتخانقوا مع بعض بالاسم. تعالي بس اما اقولك، ما تمشيش زعلانه كده، تعالي اعمل لك كوبايه شاي. لا يا اختي، انا رايحه الجمعيه اشوف لي حته لحمه. ايوه يا اختي، فيها فراخ، ابقى جيبي لك واحده. واحده؟ هتكفي مين ولا مين؟ اشممها له؟ خلاص يا حبيبتي هاتي لي الجوز. طب اما اشوف. حطك بعافيه. يا عافيك يا اختي. بصي 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 يا اختي، ماشيه معجبه بنفسها ازاي؟ طب ما هي طول عمرها مشيتها كده، اتجوزت وخلفت خمسه وقوامها زي ما هو، مش فشولت وتخلت زينا. اختي شوفي
شوف الراجل عم صابر بيبص لها ازاي يا اختي، ما طول عمره كده عمال يبص على الراحه والجايه. الله يكون في عمرها. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اختي. اهلا اهلا يا قمر. قمر الله يخليكي، ده انت اللي قمر. ايه يا سعاد، احنا مش هنفرح بيكي بقى ولا ايه؟ ادي الله وادي حكمته، يعني هو في حد اتقدم وانا قلت لا؟ ليه يا اختي، الرجاله جرالهم ايه؟ الرجاله عميوا ولا ايه؟ ده اكيد عميوا. طب ما انت هو زي القمر وبقالك 3 سنين متطلقه. انا يا اختي خلاص راحت عليا، انما انت بقى لسه بخيرك وعندك مرتب قد كده ومبسوطه. اه يا اختي ومرسمله، يا اختي مرسمله. اقول لكم ايه، كل شيء اسمه ونصيب عن اذنكم. اتفضلي. ذكيه سعاد يا حبيبتي، وحشاني. انتي اكتر والله. يا بنت الشيكه دي كلها. يا اختي ربنا يخليكوا، واحده تقولي قمر وانتي تقولي شياكه، ربنا يخليكوا ليا يا رب. انتي بقى اللي فلحتي فينا، اتعلمتي واشتغلتي وبقالك قرش، مش زينا مدين ايدينا ومستنيين الحسنه. بس يا عيني عليها، لحد النهارده لسه ما دخلتش دنيا. بلا دنيا بلا اخره، هو اللي احنا فيها دي اسمها دنيا؟ يا سلام، دي البصه في عين العيل تساوي الدنيا كلها. محدش قال حاجه، بس ده برضه ما يمنعش اننا كنا كملنا تعليمنا. بصراحه ذكيه عندها حق، بس انا بقى البختي قليل، مين هيرضى يعيش مع ابويا وامي؟ يا اختي بكره يجيلك نصيبك لحد عندك. بالاذن انا بقى، احسن العيال زمانهم جايين وما عملت لهمش لقمه ياكلوها. سعاد. نعم. ما تتاخريش عليا، عايزه اشوف. ضروري. بقول لك ايه، ما تيجي النهارده بعد الظهر ناخد الشاي سوا. خلاص ماشي. بالاذن. على اذنكم. يا اخويا استعي ابعد عننا. زمان يا سعاد، يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا زكيه، وحشاني والله. انت كمان، اتفضلي الشاي. متشكره قوي. السلام عليكم. اهلا، ازيك يا سعاد؟ اهلا بيك. ازيك يا حسن؟ اهلا اهلا. انت جيت بدري ليه؟ انت تعبان ولا حاجه؟ انت اتحرك جن في ايه؟ جيت بدري تقولي انت تعبان ولا حاجه؟ جيت متاخر تزعلي؟ يوم مش قصدي، اصلا مش عوايدك يعني. خدت لي كوبايه شاي. ليه مش هتاكل؟ بعدين بعدين. حاضر. حضر لك الخير. ازيك يا سعاد؟ الله يخليك. انت اتجوزتي؟ لا لسه. ليه؟ عندك عريس؟ بتتكلمي بجد؟ انت شايف ايه؟ انا شايف انك بتتكلمي بجد. على خيرة الله. ايه رايك في الولا حنف النمر؟ ساكن عندنا في الحاره ده؟ لا، هو بيقعد معاه على القهوة كل يوم، كان زميلي من ايام المدرسة. اه، يبقى ما كملش تعليمه. ايه ما كملش تعليمه دي؟ هنبط؟ لا يا اخي، وبيشتغل حر. وبعدين ايه ما كملش تعليمه دي؟ ده صنايع وكسيب. طب ما تيجي نحسبها. تتجوزي واحد موظف في الحكومة ومعاه شهادة وياخد 25 جنيه كل شهر، ولا صنايع كسيب وبيكسب في الساعة الواحدة 4 جنيه؟ بتتكلموا على مين؟ بنتكلم على حنف النمر. ايه رأيك فيها زكية؟ امير وابن حلال وخدوم كمان. ده اللي مستر حسن في الصلاه. مستر حسن. نعم. حاج عايزك فوق. ايه العطله دي؟ حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حاضر يا حسن. خير يا حاج. الخواجه جايب لي عرض المكن جديد، عايز اتشاور معاك فيه. سيبك يا حاج من كلام الخواجات دول. الله، احنا لسه بنقول يا هادي، مش لما شغل المكنه يغطي في الاول؟ دي من المانيا وسعرها غالي عشان مستعمله. مستعمله؟ اه مستعمله، تبقى يعني سكن ده عندك خواجه، مش كده؟ اوه الخواجه مش فاهمني يا حاج. بس بالنسبه لنا هتبقى لقطه، لولا دي كلها زراير وتستعمل بمنتهى السهوله. ايوه حاج، ما دام المكنه قديمه يبقى ملهاش كتالوج برضه. بس بالنسبه لنا ليها ميزه، وانت هتسافر مع الخواجه تدرسها وتعلنها وتعرف سنها وتجيبها وانت جاي. انا اسافر بلاد بره ومع ده لا مؤاخذه. هتسافر المانيا. ايوه المانيا اللي فيها الالمان، ما انا عارف، بس عدم المؤاخذه يا حاج، المصاريف يعني علينا طبعا، دي ممنوعيه عمل يا حسن.
لا اذا كان كده يبقى الكلام حلو. خلاص قوم انت بقى شوف شغلك واحنا هنخلص كل حاجه ونبعت لك. طيب بالاذن يا حاج. مع السلامه يا حسن. لا لا مؤاخذه يا حاج في الكلمه، هو حضرتك شاورت رستا؟ اكيد يا حسن. ما تزعلش منا، اصل الاصول كده لازم اخد اذنه. ابن اصول يا حسن بتفهم في الاصول كويس. الله يخليك يا حاج بالاذن. مع السلامه يا حبيبي. سلام يا خواجه. دفني. ايه ده؟ يا ناس يا عالم استراب من عنينا. معلش يا اخويا حقك عليا ما خدتش بالي يقطعني. معلش يا عم صابر ما نقصدش. اخدت ايه انا بقى؟ رجلي اتعورت. وريني كده. امشي انت و... يلا روحوا. انا مش عارف النسوان دي هتبطل خلف امتى. ياه العيال في الحرف اهو اكتر من الدبان. طيب استنى انت وهو محدش يخش الا ما تمسحوا رجليك. اهي العجزنا يا ماما. اقلعها وهاتها. يا لهوي الجزمه دي اتقطعت امتى؟ ما اعرفش. ما تعرفش؟ انا 100 مره قلت لك ما تلعبش الكره بالجزم. ما هي جزمه هي كلام. بعدين زعلانه ليه؟ انتوا بتدفعوا فلوس في التصليح؟ طب يا بلسانين خد وديها لابوك عشان يصلحها. قوله النهارده عشان اخوك يروح بيها المدرسه بكره. يلا وانت ودي شنطتك جوه. تعرفوا لو وسختوا حاجه هموتكم. انا النهارده وسطي اتقطع. اه مفيش اكل. انا جعان حالا. هسخن لك الاكل اللي فاضل من امبارح. لا مش حاكل سبانخ حادقه قوي. لما تحط عليها الرز مش هت ما عندناش رز. لما تغمسها بلاش مش هتحس انها حادقه. طب خلاص هتغسل ماتش جبنه ماشي. وانا كمان وانت كمان. يلا جوه. يلا يلا يا حبايب. الله الله يا حلم الله. فين ايام على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل. سلم. افتح يا سيد شكرني. ماما يوه انت رجعت بدري كده ليه؟ يا الورشه مقفوله ليه؟ ورشه ايه اللي مقفوله؟ اللي بيشتغل فيها بابا. مقفول ازاي يعني؟ مقفول يا ماما. يوه ليه كله استعطيس جراله حاجه؟ لبستيه؟ وانا حد شانك مقفوله ليه؟ سالت وقالوا لي بقى له 10 ايام مقفوله. 10 ايام؟ ما انا ابوك بيروح كل يوم فين؟ لا دي حكايه ما يسكتش عليها ابدا. لا فين يا ماما؟ راح اشوف ايه الحكايه. خليك مع اخواتك. الورشه دي مقفوله ليه؟ حصل حاجه؟ لا ما حصلش حاجه. هو حضرتك مرات سي حسن؟ ايوه. لا مؤاخذه انا مش واخد بالي. ده ابنه كان لسه هنا دلوقتي. هو ايه اللي حصل؟ هما من 10 ايام كده نقلوا في حته ثانيه. بيقولوا المعلم عتريس اشترك مع معلم كبير وعملوا مصنع. هو ده جوزك. ده حتى كمان سمعنا ان سي حسن مشارك فيه. حسن جوزي مشارك؟ في المصنع ده فين؟ ما اعرفش. أمال مين اللي يعرف؟ أقول لك أكيد المستر حنفي النقاش هو اللي عارف. كتر خيرك يا أخوي. بالعافية. سعاد؟ زكية؟ إزيك يا زكية؟ إزيك أنت عاملة إيه؟ الحمد لله كويسة خالص. قال لي أختي فين العريس اللي جوزك قال لي عليه؟ لسه دلوقتي كنت بدور عليه. ليه هو تايه ولا ايه؟ لا طبعا كنت عايزه اساله على حسن. امه قالت لي خرج وما تعرفش راح فين. امه؟ هي امه عايشه؟ ما عندهاش غير. تبقى بنت من اولها. يعني انت عايزه تتجوزي واحد مقطوع من شجره؟ يا سعاد اللي ما
ملوش كبير بيشتري له كبير. يا زكية الكلام حلو، ده انا بسمع الحماوات دول كلام. ما تصدقيش. بقول لك ايه، ما تطلعي معايا ونقعد نتكلم شويه. معلش خليها مره تانية، يا دوب اكل لقمه والحق اروح الشغل، اصلا عندي اضافي. اضافي ازاي يعني؟ شغل تاني. اه شغل بعد الظهر يعني؟ ايوه باخد عليه فلوس برضه. يا بختك يا سعاد، تشوفي لي شغله معاكي. وتسيبي المدرسه اللي عندك لمين؟ اه قصدك العيال؟ ما خلص كبروا بقى. اصل بيني وبينك انا مش مطمنه لحسن اليومين دول. لا لا يا زكيه ما عندكيش حق. طب ده انت حكايتكم في الحاره زي حكايه حسن ونعيم. مفيش حاجه بتدوم، لا الحب بيدوم ولا العشره بتطمر. ايه الكلام ده؟ عايزين اتجوز؟ لا يا اختي انا كده كويسه قوي. ليه مش عايزه تجيبي لك حته عيل؟ اه يا زكيه هو بس ده اللي نفسي فيه. خلاص حنفي ابن حلال، امه طيبه قوي. مش عارفه اقول لك ايه، على العموم انت زي اختي واكيد تخافي عليا. اللي تشوفوه بقى. فوتك بعافي. السلام. الشاي يا حسن. بشكر يا سعد، انما انت كده جبت لي القلق، ربيت لي الهواجس. ايه اللي يخلي زكيه تسال عليك؟ معرفش حسن، انا لما قالوا لي انها بتسال عليا بصراحه يعني توغوشت عليك، لكن لما لقيتك قاعد على القهوه بقى اطمنت. اه يمكن بتسال عليك عشان العروسه. عروسه؟ عروستي يا حسن؟ سعاد يا جدع، العروسه اللي احنا عايزين نجوزها لك، ما انتش فاكرها؟ سعاد زميله زكيه اللي كنا بنشوفها مع بعض ايام المدرسه. يعني مش فاكرها قوي، اصل ياميها كانت العين بقى على زكيه. نعم يا اخويا، ايه العين على زكيه دي؟ الله جريح حسن، وهي ياميها يعني كانت مراتك؟ وبعدين دي بقى ايام وراحت لحالها، واللي سبق يا عم كان النابه. ساتر عليك يا حلبي، ده انت واد غلاوه قوي. طب تصدق بقى ان انا لو شفت زكيه مراتك اليومين دول ما اعرفهاش؟ احسن برضه، ربنا يعميك عنها. قول لي بقى سعاد دي شكلها ايه؟ لا سعاد دي حاجه تانية خالص، موظفه يا جدع، والفلوس على قلبها قد كده، الصيغه من هنا لهنا، موظفه في شركه وشياكه ومفهوميه. الله الله الله، ده انت معجب بقى يا ابو علي. يا جدع عيب عليك، معجب ايه؟ انا ليا غير زكيه؟ لو ان بيني وبينك زكيه اتدهولت كده، دماغها في المطبخ والعيال، العيال عملت، العيال تركت، ده غير مطالبها، عيشه كده ما تلزش يا جدع. تصدق انا بقعد بين اسبوع معرفش شكلها ايه؟ تصعب عليك اكتر بقى لما شافت سعاد. قلعت المنديل ونكشت في شعرها. هي لسه بتنكت شعرها يا ابو علي؟ اه انما سعاد بتعمل شعرها عند الكوافير. موظفه بقى جدع، موظفه. ودي بقى يا عم هترضى بواحد نقاز زي حالتي؟ ما ترضاش ليه؟ بقى انت راجل معاك الدبلومه وهي في سن ذكيه، يعني دخلت على الاربعين، هتتدلع اكتر من كده القطر هيفوتها. دي صعبانه عليا يا عيني، عايزه تشعبط في السبنسه. الله الله الله، جرى يا ابو علي، وانا يعني السبنسه يعني؟ بقول لك ايه، فضها سيره. قول لي، فكرت في المشروع اللي انا قلت لك عليه؟ بتاع السوبر ماركت؟ لا طبعا ما فكرتش. ليه يا حسن؟ لاسباب كتيره يا عم حلف. اولا انا ما معيش خميره، ثانيا ده شغل انا ما بفهمش فيها، ثالثا انا راجل بحب صناعتي عدم المؤاخذه وما بغيرهاش. تعرف مين بقى اللي يشاركك في المشروع ده؟ مين يا ابو علي؟ رسيم. يلا سعاد، اتجوزها وشبك جواز مصلحه يعني. الله، يعني انت عندك وقت تعمل قصه حب وتروح تقعد في كازينوهات واللازم منه يا اخويا؟ خلاص السن ولا منك، قصه حب ايه؟ اتجوز على طول. يعني انا حمارة بقى وما بفهمش؟ يا ستي انا ما اقصدش يتقطع لسان اللي يقول عليك كده، كل الموضوع ان انت ما بتدينيش فرصه اكلمك، تقابليني بموشح وتودعيني بطقطوق. موشح ايه يا حسن؟ الله يا زكيه، هو انا ريكوردر؟ الكلام والحاجات اللي انت بتقوليها، الواد الفلاني عمل، الواد التاني ترك، الله. يا اما انا عايزه مش عارف ايه، يا اما تحكي لي على خناقاتك مع الخضري، يا اما مشاكلك مع الجيران، يا تدور على اي سبب هايف وتعملي خناقه بيني وبينك. ده كل الكلام ده اذا ما كنتش بقى كان قاعده في البيت، لا ساعات تروح لم هدومك ورايحه عند امك. يعني لو جيت وحكيت لي كنت هقفل بقك؟
ولا يعني عجبك كسفتي قدام الناس وانا مراتك ومانيش عارفه انك سبت شغلتك ورحت شغله تانيه؟ طب افرض بقى حد منا جرى له حاجه، كنت هجيبك منين؟ شفتي كل همك انك تستخدميني. انا فاكرك عايزه تطمني عليا، تشوفيني عملت ايه، رحت فين، بقيت احسن، بقيت اوحش. انت اصل كلامك بقى بايخ قوي، ما بقتش عاجبك في حاجه. ما تفهمني يا حسن، ايه اللي جد علينا؟ والله ما انا عارف يا زكيه، انا كل اللي يهمني يا بنت الناس ارجع بيت استريح، اكل نومه كويسه، انام نومه هاديه، اصحى الصبح فايق اروح شغلي، ربنا يكرمني ويوسع عليا واخلص بقى من شكوتك اللي عامله زي الاسطوانه المشروخه دي. ماشي يا حسن، ممكن بقى تفهمني شغله ايه اللي اشتغلتها؟ في الجزم. هو انا ليا غير الجزم؟ يا سلام، عجبتك قوي دي؟ وانا مالي، مش انت اللي بتقول؟ تصدق اذا كان انت دمك تقيل قوي دلوقتي بقى دم تقيل؟ الله يرحم. فاكر زمان لما كنت بتقولي يا كوز العسل ولا نسيت يا حسن؟ انسى برضه، ده انت كوز العسل وحتى انك طول عمرك كوز العسل. على فكرة انا ولسطى حنفي كنا في سيرتكم النهاردة. سيرتنا احنا مين يعني؟ انت وسعاد هيكون مين؟ قعدت افكره بسعاد، اقول له جدع سعاد، سعاد يا جدع، ما افتكرهاش خالص. انت عارف انها سألتني النهاردة على الموضوع ده؟ تتكلمي بجد يعني؟ هي واخدة الموضوع بجد بقى؟ متهيألي كده، بس خايفة من امه شوية. امه؟ ايوه ايوه، بس الام حاجة والحما حاجة تانية. يوه افتوا بقى، افتوا وانبروا وبوظوا الجوازة قبل ما تتم. وانا مالي، مش هي اللي بتقول؟ اصلها من ساعة ما عرفت انه حيلة وهي خافت. لا تخاف من ايه؟ قولي لها ما تخافش، امه دي ست زي السكر، وبعدين مقريشة ومتريشة، مش محتاجاله، ما بيصرفش عليها. حنفي لحد دلوقتي لسه عايش من خيرها، لو انت بتحبيها صحيح ميلي دماغها. طب وحنفي موافق؟ الله، امال انا بقول لك وبعمل كل اللي بعمله ده ليه؟ خلاص على خيرة الله. على خيرة الله. خش نام يا واد يا زكي. كلم مصطفى يا اسطى. بعدين بقى في العطلة دي يا فتاح يا علي، بامر الله. ايه؟ عايز اتعلم منك يا اسطى. اتعلم ايه بس يا عدوى؟ يا ابني ما تنشف شويه، انت لسه عدوى. من اللي نشفه يا اسطى؟ طيب ماشي يا عدوى، اقعد مكاني ومكن الحته دي، خد بالك من صوابعك. حاضر. يلا اخويا. حاضر. اسمع كلامي يا حاج رد، احب كويس قوي في المأمورية دي على ضمانتي. السلام عليكم. اهلا. عليكم السلام ورحمة الله. وانا معاك جواز سفر؟ جواز سفر؟ جواز سفر ايه يا حاج؟ ده انا بمشي من غير بطاقة. قول لي فالح يا اخويا. ليه يا حسن؟ انت مش خايف تتمسك تحري؟ ما انا كل ما احطها في جيب قميص الولية تاخد القميص تغسله، البطاقة تبوش. قلت اسيبها في الدولاب بقى، بدل ما كل شوية اروح اعمل بدل تالف واعمل مشاوير وادوب في جزم على المؤاخذة. افهم من كده ان بطاقتك مش معاك؟ مش مشكلة يا جماعة، اجيبها بكرة. لا مش بكرة، تروح تجيبها دلوقتي وتفوت على المجمع تشتري استمارة جواز سفر وتتصور. كل ده هعمله النهاردة؟ يا ريت يا جدع، في البواد بطل بصحيح. ايوه بس الصور دي محتاجة كام يوم على الاقل. معلش بس تتصور النهاردة قبل ما تروح القهوة، فاهم؟ ماشي نتصور. يعني افهم من كده ان السفر خلاص قرب يعني؟ ايوه يا غتيت. اه عندك مانع؟ ما تيجي معايا يا اسطى. ولا انت يا حاج لحسن هايب البتاع اللي بتطير دي، الواحد يبقى محبوس كده في علبه المونيا، بخاف. يا جدع افهم، انت فاهم هتبقى في الطياره دي لوحدك؟ هيبقى معاك الخواجه، وما توصل المانيا هيجيب لك مترجم. ايوه كده كده حلاوه قوي. بس بقول يا حاج، مش واجب برضو اسيب للعيال قرشين؟ طبعا يا حسن، خد دول جيب اللي ناقصك والباقي سيبه للولاد. ربنا ما يحرمنيش منك يا حاج. والله عندك حق، انا محتاج برضو لشنطه سفر. شنطه ايه؟ يا عم بق ولا بقى على ايه؟ شنطه صغيره مش حاضرين هناك. وعلى رايك ابقى احط الهدوم في صندوق من بتاع الجزم. بالعز انا بقى. سلام عليك. أوه أحمد.
انت يا حم قول لامك ما تعيطش، ده حتى يبقى فال وحش. هتشهد عليك يا اخويا، ترجع بالف سلامه. تسلم يا حبيبتي. بس بقى يا زيك كفايه كده، مفيش حد عامل مناحه غيرك انت. ده انا نفسي اسافر واركب طياره، ده مسافر بلاد بره، عارفه يعني ايه بلاد بره؟ مش عايز اعرف اطيع. هي الطيارات دي ممكن تقع. ولا اوعى تنطق الكلمات دي تاني تفل من بقك يا ابني. تقع ايه بس، ده السما دلوقتي مليانه طيارات، ودلوقتي مليانه صواريخ. صواريخ. طب يا اولاد اشوف وشكم بخير، عايزه حاجه يا زكيه؟ لا يا اخويا ترجع بالف سلامه، بس يعني لو لقيت لي ساعه بدل اللي خدتها منك دي، اصلها كل ساعه والتانيه بتقف. يا اختي يا زكيه يعني كملت المعاني قوي ونقص الساعه. يلا يا احمد. مساء النور. مساء الخير يا حاج. لا مؤاخذة يا اسطى، بركب شوية كوم. أصل رست حسن قبل ما يمشي شد شوية كوم أشبكهم مع بعض. يعني رست حسن اللي علمك؟ أه طبعًا يا اسطى. طب خلي بالك، خلي بالك من إيدك، أنت بتشتغل على المكنة دي صعب وسريعة قوي. حاضر. وخلي بالك من المكنة برضه إنها غالية قوي. ربنا يجيبك بالسلامة يا حسن. البيت من غيره ملوش حس. انت لسه صاحيه يا ماما؟ تعالى يا احمد. ايه ده؟ الواد ده نايم جنبك وانا دورت عليه في الشقه كلها. ما هو من يوم ابوك مسافر وهو بينام جنبي. يا ماما نومه جنبك ده هيخليه يفضل عيل على طول. معلش يا احمد سيبه ياخد حسي. ليه هو حضرتك بتخافي تنامي لوحدك ولا ايه؟ انا عمري ما نمت لوحدي، حتى من يوم ما اتجوزت لغايه النهارده عمر ابوك ما بات ليله بره. وحشك يا زيكم؟ طبعا يا ولا، ده البيت من غيره ملوش معنى. بابا جه، بابا جه يا جماعه. بابا وصل يا ماما؟ طبعا مش قادر احد بيوت المطار. انا مش فاهم ان ليه ما خدمش معايا. مين هشيلك بقى وانت نايم؟ وسع يا ابني الشنط تقيله. احمد بابا جاب التلفزيون. مش باين، انا مش عارف الشنط مليانه ايه. نورت بيتك يا اخويا، اتفضل بارك لك اليمين يا اخويا. وحشتوني يا اولاد. الحمد لله على السلامه يا بابا. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامه بابا. الله يسلمك يا حبيبي. ربنا ما يرحمكم من بعض ابدا. الله يخليك. ازيك يا زكي؟ ايه انت كبرت ولا ايه؟ ما ترد يالا، اصله كان نايم. سلام، انا كنت وعيت عشان ما خدوش معاهم المطار. لا عيط ابوك عيط لما تعيط عشان ما خدوكش معاهم المطار. ايوه لما تعيط. تعال يا ولاد تعال. خد يا حبيبي خد. تعال. السلام عليكم. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ عادل. ازيك يا استاذ عادل؟ الله يخليك يا استاذ. صباح الفل يا استاذ. احكي لي بقى يا استاذ عملت ايه في بلاد بره؟ احكي لك ايه ولا ايه يا عادل؟ بلاد بره دي بلاد جميله قوي يا اولاد، بالالوان كله بالالوان يا عادل. الوان؟ ازاي يا عم؟ زي الناس يا ابني، ربنا خلقهم كده بالالوان. طب احنا برضه بالالوان يا استاذ. اه بس انتوا الوان كالحه. كالحه. طب خش شغلك انا طالع بالاذن يا استاذ. سلام يا استاذ. يلا يا استاذ طلع شغل يلا. اشمعنى يعني الكتالوج ده حبك ايه ومفيش؟ السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بالاستاذ حسن. اهلا بيك يا سيدي الاستاذ. بقول لك يا حسن. نعم. الحاج عطيه هيتجنن من الكتالوجات اللي انت جبتها دي. طبعا عنده حق. امال بقى يا اسطى لو شفت المكه ايه ده؟ تقولش باله حاجه عجب. اه يا راري لو انا بس بعرف اتكلم الماني. ما تتعلم ولا حاسب. اتعلم ايه بس يا حاج؟ هو بعد ما الشاب ادوك كتاب، وبعدين ده كتاب الماني. ومال يا ابني وانت لسه صغير يا اخي؟ المثل بيقول قطهم العلم ولو فخر الدنيا. احنا هنضيع وقتنا بقى. انا عايز حسن يركز في الشغل شويه، العمليه نامت كده. عندك حق يا سيد حاج. يا اخويا روح المركز السقافي بتاعهم اتعلم لك كلمتين هينفعوك برضه. معقوله هيرضوا يعلموا شحط زي كده؟ الله، ما كل اللي بيتعلموا هناك شحوطه زيك كده. روح وان ما عجبكش نجيب لك خبير يعلمك. لا لا خبير ايه؟ انا اقرا المكنه ذات نفسها. سيبك من حكايه الكتالوج، هنا في مخ مش كعبه الامونيا. وليه المكنه ما عجبتكش يا حسن؟ لانها يا حاج لو عطلت قول يا رحمن يا رحيم،
انسى. وبعدين المكنة شديدة قوي ومش محتاجة العمال. طب ما يبقى أحسن. إزاي بس يا حاج؟ والناس اللي بتشتغل معانا دي ياكلوا عيش منين؟ المفروض يا حاج إن إحنا بنفتح مصنع عشان نفتح بيوت الناس مش نقفلها. وبعدين مش أحسن برضو إن يبقى لك في كل بيت كام واحد يدعو لك أحسن ما يدعو عليك؟ تصدق بإيه؟ أنت واد جدع. أنا بتكلم جد يا حاج، الموضوع ده ملوش علاقة بالجدعانة. المكنة اللي تحت فهمتها خلاص، اقدر اتصرف احلها اربطها، انما المكنه اللي جايه دي زي ما قلت لك انسى. قول يا رحمان. ماشي يا حسن، على بركه الله. طيب بالاذن انا بقى. اتفضل يا حبيبي. اقعد ايه؟ مفيش ملواح. هتروح المشوار ده؟ قصدك المشوار بتاع الالماني؟ ايوه. يعني انت مصر؟ ابصم. ماشي. واد جدع ودماغه زي الالماس. الراجل خواجة بتاع المانيا بعت قال لي ان واد نبيه زي الفل. يا حاج عطيه الواد ده تربيتني عارفه كويس. معقوله شهرين من يوم الفرح ما نشوفكوش؟ اقول لك ايه بس يا زكية، شهر العسل بقى، والشقه كان ناقصها حاجات كملناها، وبعدين نزلت على الشغل اخر تعب والله. ابو علي اتاخر قوي، انا خايف يكون مستنظرني على القهوه. هيزهق ويجي. سعاد انت ما اكلتيش حاجه خالص. لا معلش يا زكيه، نفسي مش جايه الحلوه ابدا. الله الله، كده بقى تبقي شايله لنا حاجه في السكه. الظاهر كده. مبروك، الف مبروك يا حنف. الله يبارك، الله يبارك فيك. الله، مين حنفي؟ ازيك يا عريس حبيبي ابو علي؟ الحمد لله على السلامه اخويا. شرفت يا قمر. الله يخليك اخويا. ازيك يا سعاد؟ الله يسلمك. الله 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 الله، احلويتي والصحه بقت 100 100. ادعي لي بقى. بدعي لك يا سي حسن. حنفي طيب ابن حلال قوي. اعمل لك شاي يا اخويا؟ اعملي يا اختي اعملي. يا جدعان ده جايبين بسبوسه، حرام عليكم، ده واجب علينا احنا. تيجي معايا نعمل الشاي؟ حاضر. تعال بقى انت، تعال احكي لي عملت ايه في المانيا. لا معايا خربوس. لا بقول لك ايه، مخك ما يروحش بعيد، انا راجل ما اقدرش ربنا يا اخي. قول فرحني. يلا هي فرجه فرجه بس. فاكر لو انت لما كنا عيال صغيره ونزوغ المدرسه عشان نتفرج على البنات الحلوين قدام سينما بلس؟ كانت ايام يا ابو علي. المانيا بقى كلها سينما بلس، المصانع، الشوارع، كله سينما بلس. حلوه حلوه قوي حقيقه يا ابو علي. انما الغريب يا جدع عينيهم ما ترمش وماشيين في الشارع زي العسكري. السلام بالك، الحلاوه بتاعتهم دي لو على ست من عندنا هنا كانت تمشي تقول يا ارض تهدم عليك يا يدي وتحكموا فينا. سيبك بقى من الحريم بتوع المانيا وخلينا في المفيد. انا عايزك في خدمه يا ابو علي. رقبت سداده بس اوعى تقول لي فلوس. انت عارف انا مشطب اول باول، كل اللي جاي بروح والبركه بزكيه. انا بقى زكيه. الشاي شكرا. انت الشاي بتاعك دايما دلع كده. لسه دعته. لا حلو. اهلا يا حسن. مساء الخير يا خالتي. اهلا يا ابني. اهلا اتفضلوا. السلام عليكم. اهلا يا ابني. اهلا اتفضل يا ابني. اتفضل. حنف زميلي من ايام المدرسه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. عدم الموظف يا خالتي، امال الحاج فين؟ بيصلي العشاء، زمنه جاي. يجي بالسلامه ان شاء الله. ازيك يا ابني وازاي مراتك واولادك؟ الحمد لله. كويسين؟ الحمد لله. الحمد لله. كده ما تسالش على خالتك دولة؟ انا اقدر، انا بسال عليك، هو الحاج ما بقولكيش ولا ايه؟ بقول لها يا اخوي بس يظهر بقى، هي اللي عايزه تشوفك. وماله يا حاج، احنا تحت الامر، انا ما اقدرش اتاخر يا خالتي، ده انت خيرك عليا. استغفر الله. تشرب ايه يا ابني؟ لا متشكرين قوي، مش عايزين نشرب حاجه، ده هما كلمتين كده مع الحاج اوام اوام. اعملي لهم بقى كوبايتين ليمون من الحلو اللي انت بتعمليه ده. حاضر. ايه يا حاج؟ لسطى حنفي زميلي من ايام المدرسه. وما كملش زيك برضه؟ لا لا، وخد الدبلومه بس بقى عدم المؤاخذه، رفض الوظيفه بتاعه الحكومه وتعلم النقاشه وبقى كسيب قوي. رجع قلب تاني وداخل على مشروع جديد برضه. لا لا، سوبر ماركت. لا بقاله يعني لمؤاخذه فيها من مجاميعه، وانت عارف حضرتك ان الحته يعني ما فيهاش. ما فيهاش بقالين؟ لا، واحده من مؤاخذه ما فيهاش سوبر ماركت. وايه المطلوب مني لمؤاخذه؟
لا ابدا يا حاج، الدكانه بتاعت لوست عتريس عدم المؤاخذه بدل ما هي مقفوله كده حنف ياخدها ويقلبها ويعملها سوبر ماركت، واحنا شاورنا لوسطه وقال ان الشوره شورتك. اه والله فكرتيني بالدكان. انا جاهز ادفع اللي تؤمر بيه يا حاج. يعني هو جاهز بالخلاوه وعدم المؤاخذه؟ ايوه، بس انا كنت متفق مع عتريس نعملها معرض. معرض ايه يا حاج؟ ما هو قال انها ما تنفعش معرض، قال الحته عدم المؤاخذه ما حدش فيهم بيشتري، دول بيصلحوا، التخين فيهم يعمل لوزه، نص نعل، انت هتقول لي انا؟ ايوه بس برضه في بيشتري حسن. حتى اللي بيشتري منهم يا حاج، عدم المؤاخذه بيبرم في البلد ويشوف 300 400 محل عبال ما يشتري جوز جزمه باللبيسه ب 99 سعر. ايوه بس انا لازم اشور شريكي. اتفضل. متشكرين يا خالتي، ادعي لنا. ربنا معاك. الله يخليك يا خالتي. يعني حضرتك يعني موافق من ناحيه المبدا يعني؟ انا مش موافق لكن ما عنديش مانع. طب يعني لو حصل نصيب عدم المؤاخذه هتعوز مني كام خلو رجل؟ لا مؤاخذه يا ابني، انا بستحرم الخلو. خلاص يا حاج اشتريه منك. بس ده مش ملك، ده ايجار. يعني يرضيك انا يا حاج اروح انا لصاحب البيت يبيعه ويشتري فيا برضك؟ يا اخي ما انت كده كده هتروح وتستاذنه برضه. بس يا حاج انا جات لي فكره انما نار بقى. ايه رايك لو انت والحاج عتريس دخلتوا مع لوسطو حنفي شركه بالدكان في السوبر ماركت؟ يا جدع انت، خش مشروع ما فهموش. لا انا بقال ولا ابويا الله يرحمه كان بقال. خلاص يا حاج تاهت ولقيناها، يبقى اجروا منك مفروش. كل ده سابق لاوانه. انا شور عتريس شريكي الاول وبعدين. الله الله، احنا خدنا بعض في دوك يا جدعان، ما دتش عيب ولا مهون. اه والله عندك حق. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى يا دنيا هانية. وبعدين يا حسن كل يوم والتاني هتسافر وتسيبنا انا والعيال. يعني لو سافرت هتيجي معايا لوحدك ولا هتجيبي العيال في ديلك؟ هجيبهم طبعا، يعني هسيبهم لمين؟ يا زكية حرام عليكي، العيال كبرت اتفطمت خلاص. جرى ايه؟ انت مالك مش طايقهم ليه؟ انا برضو اللي مش طايقهم. والله يا تلاتة انا خايف على العيال منك انت. انت اللي هتخيبيهم. مش كده، انت مخليفة بنات، دول صبيان، خليهم يتنحروا كده ويطلعوا رجالة. انا اللي مخيباهم يا حسن؟ انا اللي واخدة بالي منهم ومخليهم يتعلموا عشان ياخدوا شهادة وما يخيبوش خيبتنا؟ خيبتنا؟ انا اختي مش راجل خايب، ولا انت بتعتبريني راجل خايب؟ يا اخويا ما اقصدش. ايوه كده، صلحي في الكلام. انا جاهز يا بابا. جاهز يعني ايه؟ رايح فين ده؟ مسافر مع بابا اسكندرية. يا لهوي، والمدرسة؟ بلاش غلبة، ايه المدرسة؟ هما يومين، اخد واد معاه اعلمه كده عشان يطلع راجل. يعني عايز يسيب المدرسة؟ الله، المدرسة المدرسة، ايه المدرسة عطيرة ذكية؟ ما المدرسة قاعدة. يلا يا اسطى شيل الشنطة. أشوف وشك بخير يا ماما. خد بالك منه يا حسن. قولي له هو ياخد باله مني. خد يا حبيبي، خد بالك من أبوك، أوعى عينه تزق كده ولا كده. شوف يا خالو ليه بتفكر في إيه؟ اللي عيني مزاجت على بنات الامارات اللي في اوروبا اللي في المانيا هتزوغ على بتوع اسكندريه؟ مش يمكن الخواجات ما عرفتش تلاغيهم؟ وبعدين الخواجات دول دمهم يلطش. ده ملاك الجن، انت اللي عبيطه. يلا يا ابو علي، امال احسن دي بتصدق كل حاجه. اصدق ايه؟ هو انا عبيطه بجد؟ لا، طيبه قوي يا ماما. عارف يا احمد، علشان امك طيبه كده بالنسبه لي هي حب الاول والاخير. شفت اتبسطت ازاي؟ اشوف وشك بخير. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. ايه ده؟ رايح فين يا احمد؟ مسافر مع بابا اسكندريه. اشمعنى بقى؟ خلاص، ولا اشمعنى ولا مش معناش. المره الجايه يا سيدي هاخدك انت. ماشي ماشي، بس بقول لك يا حسين تاخد بالك من اخواتك كويس قوي. اه ومن امك. ماشي، بالك لو حد عاكس امك. لا لا، ازاي؟ يلا شيب. يلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامه حسين. صح اخواتك عشان يروحوا المدرسه. حاضر. انت صحيت؟ صباح الخير. واللي سيد بقى يصحى عشان يوديك المدرسه وانا اعمل لك الاكل. يا سيد قوم عشان توديه المدرسه. ماما في ايه؟ بلاش مدرسه النهارده. لا بقول لك ايه، الا المدرسه. خش هات كتبك وانا اعمل لك سندوتش. يلا ها تعالى هنا. رايح فين؟ عند مبنى واحد صاحبي. والمدرسه؟ اروح الاول صاحبي وبعدين اروح المدرسه. تروح المدرسه بالشكل ده؟ فيتك اعمل فيك ايه الا المدرسه؟ خش البس هدوم المدرسه بشهر. مفيش صاحبك.
يا ربي هعمل ايه في العيال دي بقى وابوهم سايب الحمل كله عليا. ايه على فين يا احمد؟ هو انت هنا هروح مع عمك نخلص الورق ونجيله. طيب حاضر يا بابا. يلا حبيبي. على السلامة. جميل قوي. هي اسكندريه كلها جميله يا ابني. صدقت يا حاج منظر جميل وشارع حاجه ترد الروح. الله مش هي دي الست يا حاج اللي كانت معانا في المينا النهارده الصبح؟ اه يمكن جايه تدور عليك عشان تشكرك اللي عملته معاها يا سيدي. ومين الراجل اللي ارفع من جرافطته اللي ماشي معاها ده؟ هم جوزها. جوزها؟ معقوله جوزها يبقى راجل عره كده؟ دي زي القمر. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. شربت الراجل. ازيك يا استاذ؟ استاذ محسوبك حسن. لست حسن. اهلا وسهلا. اتفضلي قومي اقعد على خالتك. لا يا حبيبي خليك. ميرسي قوي قوي. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا استاذ حسن على الخدمه اللي قدمتها لي. تشكريني على ايه؟ ده لا شكر على واجب. ازيك يا حاج؟ اهلا يا اختي. انتوا واضح ان انتوا هتتغدوا. ممكن اعزمكم على الغدا؟ لا متشكرين، شكرا لعزومتك. طلبنا غدانا بقى لنا يجي ربع ساعه. طيب بقى عشان نتعرف ونتشرف ممكن تاخدوا معايا الحلو والشاي على ترابيزتي؟ الحلو. الحلو بس ان شاء الله. انا اذنك. اتفضلي. كانت بتعمل ايه في الجمرك يا بابا؟ شغل يا ولد شغل. يا اختي اهو. اتفضل اتفضل يا حاج. يا رب يا سعد. بيتك ومطرحك. اتفضل استريح بقى قبل ما اجيب لك حاجه تشربها. لا لا حاجه اشربها ايه؟ ملوش لزوم يا هاني. ليه انت شايفني بخيله بقى ولا ايه؟ لا العفو. بخيله ايه؟ ده انت كرمك سابق. طب خد اتفرج في الكتالوج بتاع الازياء ده قبل ما اجيلك. راجع لك حالا. استغفر الله العظيم. اخص عليك يا حسن اخص. عليك انا مش قلت لك ده بيتك ومطرحك؟ ايش معنى انا مش حاسه انك انت غريب عليا؟ الله بجد. ايوه انا كمان حاسس ان انت كمان ما انتش غريبه عليا. طب اتفضل اقعد اقعد يا حسن. ايه عن اذنك ثانيه واحده افتكرت حاجه. عن اذنك. Thank you.
تفضل يا حسن، خدي هدية عيد ميلادك. عيد ميلادي؟ أنا ليه عيد ميلاد؟ أنا مش فاكر إن أنا اتولدت أصلاً. من هنا ورايح مش هتنسى أبداً. يلا قوم بقى عشان خاطر تقيسها وتلبسها. لا يا ست هانم أنا آسف قوي، عدم المؤاخذة يعني أنا مش متعود أقبل هدايا من حريم. اخس عليك يا حسن اخس، كده برضو عايز تكسفني؟ لا 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 لا، على كل انا ما دفعتش فيها حاجة، دي عينات يعني ما دفعتش فيها ولا مليم. بتتكلمي بجد؟ بجد بجد يا حسن. نتكلم بقى في الشغل. شغل ماشي، ممكن اكل حته بسطه من العربيه بتاعت الربابيكه دي لحسن ريقي ناشف. اتفضل. هي الست دي اللي قلبت دماغه. ما قلت لك من الاول يا حاج عطيه ندخله شريك معانا ونلمه، ما وفقتش وطار مننا. انا نفسي افهم بس عرفته ازاي الست دي عشان تحطه في جيبها بالشكل ده؟ لا اله الا الله، دي ست بتفهم، ست ذكيه بتقدر، عرفت ان الواد كويس خدته. انا فهمت كده من اول ما قعدت معانا. طب يلا نخش نكمل كلامنا جوه. يلا قصدك ايه يا استاذ حاج؟ كل خوفي انها تاخده من مراته. كل خوفك؟ ده ما كانتش خدته. الواد ده ذنبه في رقبتك يا حاج. رقبت انا؟ ايه اللي بتقوله ده يا حاج؟ رقبت انا ليه؟ وانا اللي كنت عملت بيها ليه يا راجل انت؟ دي طبت علينا زي القاضي المستعجل. الواد شاطر في سمعته ومجدع، واد بيجي وبيفهم. بيفهم وشاطر ومجدع، مش خايف زي شبان اليومين دول. عايز الحق، الوليه دي عندها نظر برضه. الله، انت لسه صاحي؟ امال عايزنا انام؟ ده انا قلت جرى لك حاجه. يا ساتر عليكي وعلى الفاظك. اوعى تقول لي كنت في شغل يا حسن. ايوه جاي معاها حاجه حلوه، افتحي وخدي لك حته. مش عايز. بلاش. صح العيال، اي حد منهم يصدع اي حته. مش هصحي حد. لما تقولي الاول كل يوم بتروح فين لوش الصبح؟ احمدي ربنا ان انا برجع لك اخر الليل. يسلم، وجيت على نفسك قوي كده ليه؟ ما بلاش ترجع احسن. يا زكيه ما تعندنيش، انا دماغي قافله وممكن اعملها. اعملها يا اخويا، نام على الجنب اللي يريحك. ماشي، ده انا مخ بنص. معقوله يعملها بصحيح؟ ما صدقت يعني الكلام اللي وصلني مظبوط؟ بعت نفسك للصيعه بتاعت المخدرات؟ اخلصي. صيعه ايه؟ مين اللي قالك انها بتاعت مخدرات؟ ايوه بتاعت مخدرات. امال فاكرها جابت الفلوس دي كلها منين؟ بتاعت مخدرات، بتاعت مخدرات. واسكتي بقى، خلي ليلتك تعدي على خير. هو فين الخير ده؟ ما انت بتتلكك اهو عشان تهجم البيت. حلت عليك العشره يا حسن، خدتني لحم ورمتني عظمي علي للقصر. انت خدتله عمرك عظمي يا اختي. يا غلبي يا لهوي. اه يا بنت بختك يا زكيه، يا وكستك وسط النسوان يا زكيه. اه يابا. مين اللي رزع الباب كده يا ماما؟ بتعيطي ليه؟ ابوك، ابوك خد هدومه ومشي. خد هدومه؟ يا احمد خد. خلاص ما تعيطيش دلوقتي بس يا ماما، نفهم بس ايه اللي حصل. مين اللي جاب الحلوات دي؟ ابوك اسم الله جايب حته حلاوه يضحك عليا بيها. الفول يا بيه. هات يا محمد. لا هاتوا جنبنا. يلا قول معاك. مستحيل طبعا لا يمكن
براحتك ان شاء الله ما صدعتيه. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا بابا. اهلا يا احمد. صباح الخير اخويا محمد. هات طبق بدنجان عشان احمد يفطر معانا. تعالى يا احمد كل. لا 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 شكرا انا سبعتكم، بس كنت عاوزك في كلمتين كده يا بابا. كلمتين ايه؟ كلمتين وبس بتوع البرنامج هو صياح؟ ما تتكلم يا اخويا مفيش حد غريب. يا بابا كنا عاوزين فلوس، البيت ما فيهوش ولا مليم، وامبارح زكى اخويا كان سخن مولع، عاوزين فلوس عشان نوديه للدكتور. الله، هو فين مهندي؟ حدوته كل ما تيجي تاخد فلوس تقول لي حدوته انتوا ايه ما بتشبعوش من الفلوس دي؟ يا بابا حضرتك عارف ان الاسعار مولعه، ده يا دوبك الجنيه ما بيكفيش عيش حاف. خلاص يا اخويا بقيت تعرف الاسعار المولعه من المطفيه. عد عد تعالى خد انت دول امك وسلم عليها، ولا ابوها بيسلم عليك وبيقول لك ربنا يقل منك ما كتر. يلا اخويا. حاضر. يلا شكرا يا بابا. العفو اخويا. سلم على العيال. زكي قوم يا زكي قوم بقى. الساعه كام؟ 7. قوم عشان ما تاخرش على المدرسه. يا احمد يا سيد يا ولاد قوموا بقى غلبتوني. بدأني بقى وجع القلب بقى. قوم يا ولد قوم فز انت ما بقتش صغير. يلا خلاص بالراحه يا ماما. اخ يا دي. احمد يا احمد. صباح الخير يا ماما. بقول لك ايه، اما ترجع من المدرسه ابقى فوت على ابوك هات المصروف. يوه هو مفيش غير انا؟ ما تبعتي حسين ولا بعتي اي حد. ليه حبيبي مش انت كل اسبوع اللي بتروح؟ بصراحه بقى كده يا ماما انا زهقت زهقت. حاضر هقول لاخوك. انا عارفه هيقول لي ايه ورا اخر. يا رب الغلب اللي انا فيه ده هينتهي امتى. اتفضلوا. شكرا يا سيدي. اتفضل يا حاج. على العموم انا مش متاخر، بس هعمل لها ايه؟ هي اللي ايدها سايبه. ما هي لو مسرفه زي ما انت بتقول يا حسن كان بان عليها. دي ما غيرتش الملايه يا راجل. ما هو من خيبتها دي كفاها مخروم، وياما حاولت معاها غلبت. خدي بالك من روحك، خدي بالك من نفسك، اتغيري دوري مع الزمن مفيش فايده. ده حتى لبس العيال يا مؤمن مش مهتميه بيه. حسن دي ست برضه محتاجه اللي يوعيها اللي ينبهها يقول لها روح يمين وروح شمال. روح يمين وروح شمال عماله تعلف في العيال وناسي روحها. طب يا احمد هياخد الدبلوم السنه دي، ابقى شغله معاك. وانا قلت لا، انا طلبته من السنه اللي فاتت يشتغل معايا، هي اللي وقفت لي فيها. قالت لا يا حسن لا، الواد لازم يكمل تعليمه. معاها حق، هي كده صح. اذا كان هي ذات نفسها ندمانه انها سابت التعليم. الله، ايه علاقه التعليم بالمخ النور؟ لمؤاخذه الرق على ده، من خيبتها هي اللي سابت التعليم. انت السبب يا ابو علي، وبعدين احنا مش هنعيده تاني، مش هيجيب همه ابو علي. خلينا دلوقتي في المهم. المهم ان انت كده يعني تخصص لهم مصروف شهري يكون معقول يعني، وانا مستعد اوصله لهم كل اول شهر. لا ده غير حق الهدوم بتاع المدرسة ومصاريف العيال في المدرسة كمان. انتوا تأمروا. عنك يا زكية. كتر خيرك يا عم صابر. هتفضلي كده يا زكية سايبة روحك تتبلي وهو عايش حياته؟ وانا مالي بيه، هو حر. هو اللي عايزني انا كمان اسيب العيال يا عم صابر. دول كبروا يا زكية بقوا رجالة وهم اللي هيسيبوكوا بعد كده. لما يبقوا يسيبوني بقى يحلها الحلال. بقى ده كلام يا سعالة. بقى يا عم صابر سيبني في حالي اعمل معروف. اهلا يا اختي. يا راجل يا راجل عيب عليك، عمال تزن على دماغك في الطلعه والنازله. وانت مالك؟ ما تخليك في حالك. ايه تخليها في حالها دي يا اختي؟ فضحتنا وجرسنا في الحته كلها. انا ولا ليه؟ اللي رميها بعيالها. ايه يا ماما حصل حاجة؟ لا يا حبيبي ما حصلش. قولي عملت ايه في الشغل؟ انا رحت الشغل وامتحنت بس للأسف
واضح كده عن الاعلان ده غلطه. طب ما تروح لابوك، يمكن مراته تعرف حد يتوسط لك. يا ماما انا مش عاوزه ازعل حضرتك. لا يا ابني انا خلاص ما بقتش ازعل من حاجه ابدا. اخ يا غلبياني، بس لو اعرف بس يا ماما ايه اللي مضايق حضرتك. اصل بقيت ملطشه يا احمد، ملطشه للي طمعان واللي شمتان. نهايته هحضر لك لقمه تاكلها. لا يا ماما، لما يرجع اخواتي. هو سيد لسه عند بابا هناك؟ ايوه خليه براحته، هو حر. انا اللي خايفه عليه دلوقتي حسنين، كل امتحان يسقط. اهو المره دي جايب الشهاده ومخبيها، تلاقيه سقط تاني. لو كان ابوك موجود ما كانش خاب الخيبه دي. طب يا ماما ما الواد يتعلم له شغلانه احسن له. واحنا قلوبنا معاه، لو استعالي غلب وهو ما فيش فايده. يمكن يا ماما مش غاوي نجاره. على العموم انا لما يجي هقعد واتكلم معاه. المهم يا ماما عامله لنا ايه بقى على الغدا النهارده؟ عدس بجبه. يوه هو كل يوم يا ماما يا اما عدس يا اما بصره. يا ماما كده كتير علينا قوي. طب اعمل ايه يعني؟ ما القرشين اللي ابوك بيبعتهم ما بيكفوش. لو كان اخوك حسين هنا كان ساعد شويه، دي الحاجه بقت نار. يعني انا مش زيكم، نفسي برضو بتروح للظفر، لكن اعمل ايه؟ خلاص يا ماما حقك عليا انا، روقي بقى روقي. ليه بس كده يا بابا؟ ليه؟ ده ماما غلبانه قوي وملهاش حد غيرك. احمد انت ما بتروحش لابوك؟ بصراحه كده يا ماما انا ما بحبش اروح هناك. ليه؟ هي مراته بتضايقك في حاجه؟ قولي هي شكلها ايه؟ ملوش لزوم الكلام ده يا ماما. هو انا كل ما اسال حد ما يرضاش يقولي؟ حتى انت مش عايز تقول. يا ماما احنا مالنا، خلينا في حالنا. المهم انا نازل دلوقتي، عايزه مني حاجه؟ لا يا حبيبي، رايح لحنفي؟ ايوه شويه كده على بال ما الاقي شغلنا. مع السلامه. الله يسلمك. تلميذ فاق معلم. لا لا تلميذ ايه ومعلم ايه؟ لا يا راجل معلم عمل كده. لا المعلم ما لماش مراته وولاده وسابه وراح اتجوز واحده تانيه. حسن ده مش جدع، طلع مش هو، طلع ولا حاجه. الزمن هو اللي اتغير، القرش بقى سيد والناس بقت عبيد. حسن عايز زمان هو حج من زماننا احنا. طول عمرنا بنجري ورا القرش علشان نعيش. بنجري ورا القرش عشان لقمه العيش وعلى قد الستر. انما دلوقتي انفتاح، الانفتاح ما فيهوش ستر يا حاج، كله مفتوح على كله. كل واحد شايف القرش اللي في ايد اللي قدامه عايز ياخده منه. الناس كبرت قوي عطيه، كبرت قوي بس كبرت على ما فيش. شوف الكلام انت قلته ازاي؟ او مثلا محلك القديم، شوف بقى قد ايه دلوقتي؟ اهلا 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 اهلا. منور يا اسطى. لا مؤاخذه قصدي منور يا حاج. لا قسطة برضه، مالها كلمة قسطة؟ كبرت وانا كبرت معاها. عندك حق برضه. حسن بيه. مين؟ من فضلك دقيقة واحدة، عايزينك في استشارة فنية. عن اذنكم، استشارة فنية وراجع على طول. يلا يا ديدي. يلا حبيبي. يا احمد يا احمد تعالى شوف اخوك راح فين. يا ماما نامي بقى والصباح رباح. نام. انا مش زي الواد ما جاش لغايه دلوقتي. يكون جرى له حاجه. يا لهوي يا طب اعمل ايه؟ انزل في الشوارع على طش ولا اخبط على بيوت الناس في نصاص الليالي؟ منك لله يا حسن، منك لله. قلبي مش مسامحك العمر كله. معقول كل الوقت ده لا تيجي تطمن على اولادك ولا تخش بيتك؟ منك لله، منك لله. الله اكبر الله. فاكر بيت؟ يعني الواد بره.
طب يقول يا اخوه راح، يعني انا عملت ايه؟ اخص عليكم يا ولادي، هتسيبوني واحد ورا التاني؟ هو يعني ابوكوا عنده ايه، سكر ولا سكر؟ اه يا دماغي، اه يا دماغي. صباح الخير يا سعاد. اهلا زكيه، يا صباح الفل. ازيك يا زكيه؟ والله تلاهي اليوم بيفوت من غير ما الواحد يحس بيه. اصحى من النوم اخد الواد حماده واوديه الحضانه وارجع الشغل. انت لسه بتشتغلي؟ اه يا زكيه لسه بشتغل، وبعدين ارجع المحل اقعد مكان حنفي وهو يروح يستريح شويه، بعدين هو يجي يستلم المحل مني واروح انا، ببقى عامله زي الفرخه الدايخه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا زكيه؟ اهلا يا اختي، قلبي عندك. يا اخويا خلي قلبك عند مراتك، يعني بتسال لحد فيكم كلم الراجل ولا شد عليه؟ حتى الواد حسين ابني بقاله كام يوم مش باين، بعت احمد يدور عليه عند ابوه ما لقاهوش. بصراحه يا زكيه انا ما كنتش عايزه اقول لك، حسين سافر العراق. يا لهوي، سافر فين؟ العراق. دي الحقيقه بقى، الواد حب يكون نفسه وراح يعمل له قرشين. يعني انتوا كنتوا عارفين؟ هو بصراحه بقى هو كان فات عليا كده من كام يوم وعرفته على المقاول اللي كنت بشتغل معاه، واكيد هو اللي زقه على السكه دي. طب يقول لي، طب يسلم قبل ما يسافر. خلاص عليك، معلش يا زكيه، خلاص حصل حصل خلاص. صحيح، يعني شهدي، يعني هم صغيرين دول كلهم ما شاء الله بقوا رجاله. طيب افوتكم بعافيه. لا لا استني شويه، انا هتمشى معاك لغايه بره. بقول لك يا حنفي، المحل عندك وابقى حصلني بقى. ها يلا بينا. مع السلامه. قولي يا زكيه، انت كلمتي حسن؟ لا كلمته ولا شفته، من يوم ما ساب البيت ما شفتوش وهو ولا جه. لا انت لازم تروحي له. حاضر يا فندم، هحجز ميعاد واتصل بحضرتك. شكرا. ايوه يا ست. الاسطى حسن بيشتغل هنا؟ اسطى حسن ما عندناش واسطه. ازاي؟ هي مش دي برضه شركه سونيا ايكا؟ ايوه. طب اتفضلي. ايوه ايوه حسن بيه. حاضر سلام. ايوه حسن بيه، سليم بيه القرش مع حضرتك على التليفون. طيب وصلي لي بيه. طيب اتفضل. طب ما هو حسن اهو موجود. اه حضرتك تقصدي حسن بيه؟ بيه؟ لا مش حسن بيه، ده صنايع ولا مؤاخذة؟ اه صنايع. طب ثانية. ايوه محمود، في عندنا صنايع اسمه حسن؟ شوف كده. طب ماشي شكرا، مفيش عندنا صنايع بالاسم ده. كتر خيرك. العفو. ميرفت. ايوه يا فندم. لو سمحت هات الدوسيه بتاع التوريدات، القرش بيه معايا على التليفون. حاضر. يهمه شويه. مش هو ده حسن؟ ايوه هو صوته. لا لا مش ممكن يكون ده حسن. يوه، هو لا هتوه عنه ولا عن صوته. طب وانا اغلب روحي ليه؟ اخش واتاكد. ايوه ايوه سليم بيه، هو ده البيزنس ولا بلاش؟ طيب انا براجع المبلغ قدامي اهو. لا فعلا عندك حق، المبلغ مظبوط كده. طيب نقول مبروك على بركه الله. طيب يا قرش تحت امرك. سلام. يا ستي لو سمحتي تعالي معايا. زكيه اتفضلي انت يا نور، سيبيها. حاضر. خير يا زكيه؟ في ايه؟ الله، ما تتكلمي يا بنت الناس، حصل حاجه للعيال؟ لا حسنية جرية ذكية، فقدت الذاكرة كمان. أنا حسن، حسن جوزك. في إيه؟ لا لا مش ممكن، لا أنت مش جوزي. حاولة حاولة. أنت حسن؟ أيوه أنا حسن. لا لا ما كانش حسن. لا